السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مروان من طورة التكوينية الشاملة للتجارة الإلكترونية في المغرب. مرحبا بكم في هذا الدرس الخامس، وكنظن غادي يكون هو الدرس الأخير، وغادي نقسموه لبزاف ديال الأقسام. دونك هذه غتكون المقدمة ديال الدرس الخامس، وفي هذا الدرس هذا غادي ندويو على كيفاش غادي نستثمروا واحد المبلغ مالي على فيسبوك باش أنا نستطيعوا نوصلوا لأكبر عدد ممكن من الناس اللي يقدروا يكونوا جوجانا ويقدروا يكون عندهم اهتمام بالمنتوج ديالنا او لا بلو سيرفيس ديالنا. قبل ما نبداو نستثمروا داك المبلغ المالي على فيسبوك، كاين مراحل اللي كندوز منهم شخصيا وما اللي غادي ندوي عليهم في هاد لا فيديو الجايه. غادي ان شاء الله نوريو كيفاش نستثمروا داك المبلغ المالي على فيسبوك او لا الفيسبوك ادز. اول حاجه غادي نديروا واحد التجربه اللي هي حيه واللي غادي نحاولوا نبيعوا فيها الخدمات ديالي، نشوفوا لي زيتاب اللي غادي نتبع ولا اللي كنتبعوا ولا اللي كنتبع انا شخصيا قبل ما نبدا نبوستي واحد لا بوبليكاسيون. وفي لا فيديو الجاية غادي نبوستي ديك لا بوبليكاسيون ولا غادي نستثمر فيها الفلوس ونشوفوا النتائج اللي اعطتنا. الخدمه اللي غادي نحاول نبيعو ان شاء الله هي واحد الخدمه اللي غادي نقدموها للزبناء ديالنا، الا وهي نعاونوهم باش يوصلوا لاكبر عدد ممكن من الزبناء عن طريق لي ريزو سوسيو او عن طريق فيسبوك بالاخص. وغادي نديرو لهم واحد الباك اللي نقدروا نجريو لهم لي باج فيسبوك ديالهم، نقدروا نجريو لهم لي ميساج اللي كيجيهم ولي بوبليكاسيون ديالهم. دونك الخدمه اللي غادي نحاولوا نبيعوها فهاد التجربه هادي هي هادي، حيت غادي نخدمو بهاد لاباج ديالنا مروان كراك زيد. غادي نحاول نصلح شويه من لاباج اللي كبنت ليا شويه مخربقه، غادي نتلف فيها شي مسائل. انا قدينا واحد اللوغو اللي هو جديد اللي قالت لنا الاخ عبد اللطيف من كانتينام، غادي نخدمو بهاد اللوغو هذا. وفي لا فوتو كوفرتور غادي نديرو اون فيديو اللي هي انترو، هادي غادي نهزهم وغادي نحطهم. من بعد غادي نزيد شي حوايج هنا في لاباج، حيت الا دخلت لاباج هنا ما كتبينش داكشي اللي كندير اكزاكتومون. غادي نحاول نقرب الناس ونعرفهم على داكشي اللي كنديرو اكزاكتومون. علاش خصني نبين الناس داكشي اللي كنديرو اكزاكتومون؟ حيت الا شفتو في لا فيديو اللي درت اخر مره ديال قصص المشاريع الصغيره عن طريق فيسبوك، غادي تشوفوا بلي كاع الناس اللي دويت عليهم، دويت على ثلاثة ديال لي باج فيسبوك، كل واحد شنو الدومين ديالو. واحد الأخ داير شركة ديال الإصلاح ديال الدراجات النارية، واحد قباس، وواحد كان دار بروجي ديال ليبوكسي 3D. إلا شفتو هاد لا فيديو غادي تلقاو بلي ثلاثة بيهم شنو كيلوحو، كيدويو على لو دومين ديالهم لا باج فيسبوك، كيدويو غير على لو دومين ديالهم، كيدويو على المشاكل اللي كيوقعو الناس وكيفاش يقدروا انهم يصلحوا دوك المشاكل. وحاجه اخرى كيلوحوا دي فيديو ودي بوست ودي فوتو ودي ديسكريبسيون بواحد الطريقه اللي هي منتظمه، يعني كيلوحوا سوا يوميا سوا كل يومين. دونك علاش؟ حيت باش يكونوا اقرب ما يكون الناس اللي عندهم في لاباج والناس المتتبعين ديالهم.
هادي من واحد الناحيه ما غادي نبداو نقادو هاد البتله هاد الصور هادو. هنا قدينا ليماج دو فوتو دو بروفيل و لا فيديو دو كوفرتور. درنا لو لوغو جديد اللي قالت لنا سي لطيف وهي والانترو. من بعد كنجيو لهنا كنحاولوا نزيدو لي زانفورماسيون على المشروع ديالنا في لا ديسكريبسيون كتكون هنا. ولكن نجيو لابروبو ابروبو هنا كدير كاع لي موديفيكاسيون اللي تقدر دير. هنا تقدر دير لا دات امتى بديتي مثلا المشروع ديالك. هنا كتدخل لو نيميرو تليفون ديال الشركه ديالك، كتدخل الايميل، كتدخل ان سيت انترنيت اللي عندك. مازال كاين بزاف ديال لي زانفورماسيون هنا اللي كتبدل. غادي نخليهم انا حتى من بعد ونقادهم شنو مازال هنا. غادي ننزل نشوف شوية شنو كاين في لاباج فيسبوك ديالي، حيت لاباج فيسبوك خاصها تكون تروفليتي داكشي اللي كدير نتا، يعني تروفليتي لاكتيفيتي ديال الشركة ديالك. وهنا كاينة فيديو ديال كيفاش تقطع الامبالاج، فيديو ديال لي روتور. هاد ليماج غادي نحيدها، علاش؟ حيت الا شفتو هنا درنا بينا بالكحل لا كولور. هنا خصنا عاوتاني نلعبو حتى على البراند ولا على لا مارك. تقريبا كاع لي بوست لي غنلوحو يكونو شويه متناسقين بيناتهم، باش لقيتها مثلا فاش يشوف بنادم هاد لا كولور او موان تحاول ترسخ ليه شويه في الدماغ ديالو. دونك هنا كاين هاد الخضر ما شي بلاصتها هنا، غادي نحيدها بور لو مومون. انا جوبونس ان كلشي نحيدها من هنا، انا خصني نخليها للفوتو. اوكي كوفرتور. اون جينيرال كتشوف كتطلب كتشوف اشنو خصك تموديفي واشنو خصك دير. من بعد هادي غير سي واحد ليتاب من بزاف ديال لي زيتاب. نورمالمون ابري لوقيتا فاش غادي تبدا غادي خصك يوميا اولا كيما قلت في كل يومين اولا كل سيمانه تلوح واحد لا بوبليكاسيون اللي تكون عندها واحد العلاقه بلو دومين ديالك. مثلا هنا غادي نحيدها كيفاش غنحيدها وايو كتشوف كتل. انا غادي نحاول ندير دي موديفيكاسيون سور يا ميزور باش ما نطولش في هاد لا فيديو. من بعد لوفر اللي غادي ندويو عليه اللي غادي نسبونسوريزيو ولا اللي غادي نخلصو عليه باش نبينو لبزاف ديال الناس. قدينا واحد لا فيديو في الاستوديو ديال كونتينام اكادير، انا كونتينام كرييتيف ستوديو عندهم ان ستوديو تري بروفيسيونيل في اكادير في الاولى. قدينا واحد لا فيديو اللي غادي نشوفو دابا وغادي ندوي على ديك لا فيديو لو سكريبت داكشي اللي قلنا علاش قلناه ديك الطريقه و دوك لي زيتاب اللي تبعنا انا باش نقادو ديك لا فيديو. نشوفوا على بانيت. عندك مشروع وبغيتي تطورو اولا عندك مشروع وبغيتي بزاف ديال الناس يعرفوك، هاد لا فيديو ليك. معكم مروان من دورة التكوين الشاملة للتجارة الإلكترونية، وهاد لا فيديو لكاع الناس اللي عندهم مشروع وباغيين يطوروه. سواء كنتي نجار، حداد ولا خياطة، ما تصورش شحال من واحد محتاجك وما عرفش يوصل لك. بفضل مواقع التواصل الاجتماعي والخبرة ديال الفريق ديالنا غادي نساعدوك باش توسع من النشاط ديالك وما تبقاش محدود غير في الناس اللي كتعرف. عندنا دورة تكوينية مجانية في مجال التجارة الإلكترونية على القناة ديالنا في يوتيوب واللي غادي تلقاو الرابط ديالها في الفوق. وإلا بغيتوا الفريق ديالنا يساعدكم في تطوير المشروع ديالكم عندنا خدمات بأثمنة في المتناول. وللمزيد من المعلومات يمكن لكم التواصل معنا عبر الصفحة الرسمية ديالنا مروان إيكغيك زاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yeah, thank you.
دونك في لا فيديو شنو درنا؟ اول حاجه دوينا على واحد لا بروبليماتيك، دونك يعني الاشكاليه كما كنا كنديروا في الفلسفه، كتحط واحد الاشكاليه اللي كدوي عليها باش تاتيري لاطونسيون، باش لقيتها فاش يسمع بنادم ديك الجمله ولا ديك السؤال الاشكاليه اللي حكيت في الاول يثير الانتباه ديالو، عاد من بعد كدوي على المشكل. دونك حلنا ندويو شويه على المشكل ولا لا بروبليماتيك في سكريبت، من بعد عطينا واحد لا سوليسيون، عاد عطينا واحد لوفر، وفي الاخر درنا واحد الكول تو اكشن. زعما ملي عطينا لوفر قلنا للناس فوالا تواصلوا معنا عبر الصفحه الرئيسيه ديالنا، دونك حيت الا عطيتي لوفر ولكن ما كترو ديريجيس الناس، زعما ما كتقيديهمش فين غادي يتواصلوا معاك، واش في التليفون واش في واتساب ولا في انستغرام ولا في باغ. دونك هنا في الاخر ديما كتروديريجي الناس في زعما اشنو بغيتيهم يديروا. بعد ما شفنا لا فيديو اللي غادي نخدموا عليها غادي نابلوديها في لا باج فيسبوك ديالنا، نديروا لها اون بوتيت ديسكريبسيون، دونك امبورتي photo vidéo دونك هنا غادي نديرو لها واحد لا ديسكريبسيون اللي تكون اتيرونت، باش لوقيتها فاش يشوفها بنان يكليكي، زعما تكون عندو ديك الرغبة انه يكليكي على لا فيديو. نديروها بالعربية، كلافي عرب، لا ديسكريبسيون خصها ديما تكون شي حاجه اللي تكون اتيرونت، و ثاني حاجه عاوتاني خص ما تكونش طويله، ما يكونش باراغراف طويل، و ثالث حاجه ترو ديريجي الناس فوالا تقول لهم كيما درنا في لا فيديو بغيتو شي حاجه فين غادي تمشيو و فين غادي ديرو. انا في لا فيديو قلنا بلي غادي نحطو دي ليان ديال لي كور ديالنا، ما خصناش ننساو حتى هما. اي حاجه قلنا في لا فيديو خصنا نديرو في لا ديسكريبسيون باش نسهلو على الناس انهم يتواصلوا معنا و يلقاو لي ليان اللي قلنا في لا فيديو. انا غادي نشوفو شي ديسكريبسيون نقدروا نتوازاو على لو سكريبت ديال لا فيديو نيت. بغيتي عندك مشروع بغيتي تصورو، ونقدروا نبداو غير بديك لا بروبليماتيك اللي درنا في الاول. يوم مثلا عندك مشروع، عندك يعرفوك بزاف الناس هنا اليوم نشوف الفيديو. بعد هنا غادي نديرو رابط طارة تكوينيا تكوينياتو مجانية للتجارة الإلكترونية. مساء الخير، شنو هما الزر خصنا ندير هنا؟ هو فين صوت؟ تحت الباب؟ يلا ناخذ لا ديسكريبسيون ونلوحوها، بقي نستيكيو هنا شوية. أنا عاوتاني إلا شفتو مزيان اختاريت أنا نكتب بالعربية، أنت تقدر
نخدم بالعربيه فرونسي وانجلي على حسب اللغه اللي بغيتي انت، ولكن افضل حاجه هنا في المغرب هي انك تدوي باللغه ديال البلاد اللي هي العربيه اللي كلشي غادي يفهم. كان انا غادي نلوح الديسكريبسيون ديال البلاي ليست ديال الثوره التكوينيه، زعما لو ليان الرابط اللي هو هذا. هذا الرابط شويه طويل، غادي نقصروه بشورتن شورتن يو ار ال. الى شفتو الرابط هنا طويل اللي حطيناه مثلا في هاد لا ديسكريبسيون غادي يبان معيق بزاف، يبان طويل بزاف، غادي يشد لينا واحد الاسباس اللي هو كبير. دونك كنجيو نشوفو اليو ار ال ديال جوجل، كان هذا يعني كتقصر من الرابط كيولي قصير. ندير هنا شورتن وكنحطو لو ليان الى نكريت شورتن. علاش مش انا شنو واش كوبي على الرابط ما فهمتش علاش ما بغاش. سبا انا قديت داك لو ليان، دخلت بان اوتر كونت جوجل باش عطاوني انني نصغر من هاد لو ليان. هنا غادي نحيد هذا اللي درنا هنا حيت الا شفتو طويل بزاف. كنديرو هاد لو ليان الصغير هنا، ما كيشدش ليك لاسباس بزاف. ابخي هاد لا ديسكريبسيون خصنا نزيدو ليها مازال شي حاجه. عندك مشروع بغيتي تعرفو يعرفوك الناس الناس بزاف، نديرو يعرفوك الناس بزاف. بزاف الناس الناس بزاف. المهم هنا كتحاول انك تقاد الديسكريبسيون وتعطيها شويه ديال الوقت، حيت هاد لو سكريبت اللي قدينا في لا فيديو فاش كندوي راه خدات لينا تقريبا شي ساعتين حتى 3 سوايع غير باش نقادوها. المهم عطينا حنا الوقت الروس حتى قديناها. عندك مشروع وبغيتي يعرفوك الناس بزاف، شوف الفيديو. طاق انا خصنا نزيدو شي حاجه حيت ملي درنا رابط الدوره التكوينيه. نشوفو الفيديو هنا، نقدروا عاوتاني نديروا المزيد من المعلومات. المزيد هنا المعلومات راسلنا اسمنا عبر الصفحة عبر الصفحة الصفحة على كدول هنا نفس الشيء. راسلنا على الصفحة هنا نديرو رابط الطاقة التكوينية. شنو لينا عليه مازال في الفيديو؟ كنديرو ديسكريبت هنا، عندك مشروع الطاقة هنا فيديو الناس اللي راهي في الموقع التواصل الاجتماعي، هنا مشروع الطاقة تواصلوا معنا عبر الصفحة. الصفحة هنا تقدر تزيد الزيموتيكون، دوك الزيموتيكون ديال فيسبوك دير ايموجيز ايموجيز فيسبوك. نزيدو مثلا شي لعيبات هنا نشوفو مزيان. ممكن واحد الستة اخر حسن معين كل واحد فوالا. انا طرد لي موتيكون هذا نديرو ليه كوبي، نديرو هاد شاهد
الفيديو اللي تحت، المزيد من المعلومات نقدروا نزيدوا لها شي ايموتيكون اخرى، ولا تقدروا تقلبوا على شي ايموتيكون اللي يكون غادي مع داكشي اللي في لا ديسكريبسيون باش يعطي واحد الجماليه اكثر. نقدروا نديروا بلاصه دوك الاسهم، نقدروا نديروا هاد هذا هكا، هاكا يمشي ماشي هنا على بون الديسكريبسيون. انا غادي نخليها انا بحال هكا ونجربها نشوف اشنو غادي تعطي. من بعد كنجيو لا مينياتور كنشوفو اشنو اش من التصويره اللي بغينا تبان هنا. هنا نقدروا نختاروا شي تصويره من هاد التصاور هادو، سينو نقدروا نقادو واحد التصويره اللي تكون عاوتاني اتيرونت، مثلا يكون فيها داك لو ميساج مثلا ديال كيما انا عندك مشروع بغيتي يعرفوك الناس بزاف وديرها في ليماج وتلصقها هنا باش اتيري عاوتاني لاتونسيون بزاف. انا بور لو مومون غادي نخلي لا فيديو كيما هكا، غادي نشوف شي مينياتور من هادو ونخليها ونشوفو اشنو غادي تعطي. شوفو شحال هنا مزيانة، أنا نقدر نجي نشوازي واحد لا سيكونس، كاين واحد اللقطة هنا مبيهاش، لا نشوف شي سيكونس أخرى، نشوف غير شي حاجة من هنا. نخليو هادي مثلا، صافي هنا غادي نديرو واحد لو تيتر، نديرو في المكان تاع هنايا، فوالا نتسنى لا فيديو حتى تأبلودا ونشوفو نيكست ستيب ان شاء الله. لا فيديو ديالنا سالات دخلت لاباج كما كتشوفو هيا. دونك هاد لا فيديو سالات، وفي لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي ندويو كيفاش غادي نستثمر واحد المبلغ مالي، شحال غادي نستثمرو، كيف فينا بلاصه غادي نديرو هاد المراحل كامل، كيفاش غادي ناكتيفيو الفيسبوك ادز واللي هو ديك هي لا بلاتفورم منين فين كنستثمرو الفلوس باش يجينا اكبر عدد من المشاهدات او لو برودوي ديالنا او لو سيرفيس ديالنا يشوفوه اكبر عدد من الناس. وغادي نشوفو كيفاش تاكتيفي وكيفاش غادي تخلص من بلاكارت بونكير او لو باي بال، وغادي نشوفو هادشي كامل اون ديتاي كاع يعني الاسئله اللي يقدر يكون عندكم. الى عندكم اسئله صيفطوهم ليا على افونس باش نشوف دوك الاسئله اللي عندكم ونحاول نجاوب عليهم كاملين في لا فيديو الجايه واللي ما غاديش تعطل بزاف. هاد لا بروميير بارتي سالات، نتمنى ان نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين يوتيوب، ما تنساوش ديروا واحد جيم لاباج ديالنا مروان ابراهيم زاد. عندكم تساؤلات، عندكم اراء، عندكم شي ملاحظات، بارطاجيوهم معنا، غادي نكونوا سعداء باش نشوفوهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.